السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن برنامج اتش دي فيديو كونفرتر فاكتوري. زي ما واضح من اسم البرنامج ان هو مسؤول عن تحويل امتدادات ملفات الفيديو وضغطها من الاحجام العاليه لاحجام قليله. في برامج كتير بتقوم بالمهمه دي دلوقتي. ايه اللي بيميز بقى البرنامج بتاعنا النهارده عن باقي البرامج ديت؟ اولا البرنامج بتاعنا مجاني، بس زي باقي البرامج مش مجاني بصوره كامله. جزء منه مجاني، لو احنا تعدينا الاحتياجات اللي موجوده فيه هنضطر لاحتياجات اعلى، وهنفهم معنى الكلمه دي في شرح البرنامج. هنحتاج ان احنا نحتاج له سيريال او كراك، لكن في حدود الامكانيات اللي هو مقدمها لنا كده ممتاز جدا جدا كبرنامج مجاني، وهنقدر نستفيد منه اقصى استفاده ممكنه. مش دي بس الميزه، او مش دي الميزه فعليا اللي احنا نتكلم عنها. الميزه اللي هنتكلم عنها ان البرنامج بيتعامل مع امتدادات ملفات فيديو كبيره جدا. الميزه دي ما تبقاش موجوده في برامج تانيه. البرامج التانيه ممكن كل برنامج يكون محدود بعدد معين من الامتدادات. البرنامج بتاعنا النهارده بيتعامل مع امتدادات كتير جدا، منها الامتدادات اللي خارجه من اجهزه الريسيفر الحديثه، وكمان كاميرات الفيديو الديجيتال والموبايل. من ضمن المميزات المهمه جدا للبرنامج ان انت لو بتتفرج على فيلم او مسلسل على الريسيفر بتضطر طبعا بتقابلك فواصل اعلانيه، فتضطر انك توقف الفيديو ترجع تسجل تاني، فبتتفاجئ في الاخر ان انت عندك الفيلم او المسلسل خمس ست ملفات. البرنامج بيقدر ان هو يجمعهم ويضغطهم في نفس الوقت. الحاجه الثالثه، الفيديو اللي خارج منه بيبقى حجمه قليل، الكواليتي عالي جدا. من ضمن المميزات بتاعته كمان سرعته في ضغط ملفات الفيديو، غير ان هو بيضيف لك شويه مميزات تانية، ان انت تقدر تقطع الفيديو او تقطع منه الاجزاء اللي انت مش عايزها، تقدر تضيف ووتر مارك او لوجو ليك على الفيديو، تقدر تعمل كروب للفيديو تشيل الهوامش بتاعته، بيتيح لك بعض الافكت في ان انت تعدل في الالوان. البرنامج كمان بيشتغل كداونلودر، بس الميزه دي ممكن ما نستخدمهاش قوي. هي ميزه مهمه بس مع الاسف مش بنقدر نستخدمها قوي، لان هو بيتيح للنسخه اللي هي المجانيه 100 ملف للتحميل. طبعا انت بتقابلنا كلنا فيديوهات على اليوتيوب بنعوز نحملها، في برامج كتير بتقوم بالوظيفه ديت، بس احيانا في مواقع ما بتسمحلناش للداونلود الفيديو اللي عليها. برنامج الداونلود الفيديو كونفرتر الاتش دي فيديو كونفرتر بيتيح لنا ان احنا نحمل من عليها، زي مثلا من على الفيسبوك. انا مش هقدر اشرح لكم المميزات كده غير واحنا بعد ما ننزل البرنامج ونشوفه ونتعرف على مميزاته ايه. بنيجي على جوجل ونكتب اتش دي فيديو كونفرتر، وهحط الرابط بتاع ملف التحميل تحت الشرح ان شاء الله. ده الرابط، هنقول داونلود، هيبدا معانا التحميل. طبعا انا هحمله قبل كده فمش هحتاج ان انا انزله تاني. عملية تنصيبه سهلة جدا، مفيهاش أي مشكلة، بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين. الواجهة الأولى للبرنامج، هنا نستخدمه ككونفرتر، هنا نستخدمه كداونلودر. هشرح لكم ميزة الداونلودر برضو في حالة لو حد فينا محتاجها. هنقول له نيو داونلود، بحط هنا اليو ار ال الخاص بالفيديو بتاعي. طبعا احنا قلنا المشكلة ممكن تكون معانا فيديوهات الفيسبوك اللي احيانا بتبقى صعوبة تنزلها. ناخد هنا الفيديو دوت مثلا على سبيل المثال، هعمل عليه كليك يمين واقول له شو فيديو يو ار ال، ده اليو ار ال اللي بتاعنا، كوبي ونروح للبرنامج نعمل بيست ونقول له انلايز. تمام، لقيت خلص المتصفح بتاعنا. تمام، هو كده لقى الفيديو ولقى النسخ بتاعته الموجودة، بمجرد ما اقول له اوكي تبدأ عملية التحميل. بس زي ما اتفقنا ان ميزة الداونلودر دي بنستخدمها
في 100 ملف بس. ككونفرتر بقى نبتدي نتعامل معاه. دي واجهة البرنامج ككونفرتر. اد فايلز، انا اقدر اضيف ملفات الفيديو من هنا، اشاور على الملف واقول له اوبن. اد فيديو فولدر، لو حالة انا لو عندي فيديو في 5 6 ملفات فيديو لو شاورت عليهم تلاقي مثلا كده. اوكي، هو لا في الفولدر ده مثلا، لا في الفولدر اللي قدام من هنا ده 3 فيديوهات. تمام، لو انا مش عايز الفيديوهات ديت بقوم دايس كلير، هيمسح لي كل اللي موجود. تمام، زي كده. بس طبعا احنا هنحب نجرب فيهم عشان نتعرف على ميزات البرنامج، هنفتحهم تاني. تمام، الـ3 فيديوهات اللي اتحملوا معانا هما متسجلين على الرسيفر، فالامتداد بتاعهم تي اس في. ناس كتير جدا ممكن تسمع اول مره عن الامتداد ده. توقت الفيديو الاولاني 31 ثانيه، الثاني دي 2 الا 15 ثانيه مثلا، الفيديو الثالث 39 ثانيه. انا بجرب حاجات صغيره بس عشان نوقف الفيديو بتاعنا. حجم الفيديو 36 ميجا، 110 ميجا، 33 ميجا. ده الفيديو الانبوت اللي داخل جوه البرنامج. طب اللي خارج منه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى صيغه MD4، المساحه هنا 28 ميجا، 91 ميجا، 35 ميجا. ايه ده، المساحه مش كبيره قوي اللي احنا متخيلينها. طيب لا، موضوع المساحه ده هنتكلم فيه دلوقتي، هو هنسيبه شويه لحد ما نخلص، وهتتفاجئوا في الاخر بالمساحه الفعليه للملف الخارجي. تمام، تحت كل فيديو منهم هنلاقي الشريط اللون اللبني دوت، في مجموعه من الزراير الاولاني او الايكونز، علامه الترين او الترين او المقص دوت او السيزر دوت، ده وظيفته ان هو انك تقطع الفيديو بتاعك او تحذف منه المشاهد اللي انت مش عايزها. الكروب ديت اللي انت بتقدر تقطع الهوامش بتاعت الفيديو، تصغر حجم الهوامش اللي هي مش العالي الاسفل. الافكت دي خاصه بتغيير الكولر بتاع الفيديو، عايز تعلي لون معين تقلل لون معين، عايز تخلي الفيديو ابيض واسود. الووتر مارك لو انت عايز تضيف علامه مائيه لوجو ليك على الفيديو. الميتا داتا دي خاصه بان انت عايز تضيف اي بيانات على الفيديو، ديسكريبشن محتوياته، اي تفاصيل انت عايز تكتبها عليه بتظهر في البروبرتيز بتاعت الفيديو. تمام، طيب هل الصيغ اللي احنا بنخرجها كلها ام دي 4 بس؟ لا، لو جينا هنا هنلاقي كليكت وتشينج اوت بوت فورمات. لو احنا عايزين نغير صيغه الفيديو النهائي هدوس هنا، هتتفاجئ بان قدام مننا كم امتدادات كبير جدا. الامتدادات اللي هو بيخرج ليها هي نفس الامتدادات اللي بيتعامل معاها، ويمكن بيتعامل مع امتدادات اكتر كمان. يعني لو انا مثلا عندي الامتداد اللي احنا شفناه اللي هو تي اس في، لو دورنا عليه هنا مش هنلاقيه موجود. يعني معنى كده ان لو في امتداد خارجي يقدر يدخل جوه البرنامج ونخرجه للامتدادات الموجوده عندنا. في عندنا ال 4K، الامتدادات اللي بتتوافق مع اجهزه زي الابل، السامسونج، المايكروسوفت، المترولا، ال جي، سوني، لصفحات الويب، الامتدادات الشائعه على جهاز الكمبيوتر زي الام بي 4، الام بي في، الاي بي اي، الاي اس اف. الامتدادات الستاندرد بتاعت الاجهزه، ال 3 جي بي للموبايل، ال اتش دي للاجهزه الدي في دي بلاير، الفوب للدي في دي بلاير، الدي في والام 2 اس تي اس للكاميرات الديجيتال. ما علينا، احنا هنسيبه على الديفولت بتاعه اللي هو الام بي 4. تمام، دلوقتي هنتكلم عن نقطه مهمه جدا اللي هي بالنسبه لكون ان البرنامج مجاني او مش مجاني. بصينا هنا من تحت كويك سيتنجز، هنا بنختار الكواليتي بتاع الفيديو اللي خارج. الديفولت الفيديو زي ما هو خارج، زي ما هو خارج 1920 في 1080 هياخد 1920 في 1080، عشان كده الفيديو نازل مش حجم كبير قوي اللي نازل. طب لو خليناه 480 اللي نزل معانا جامد جدا، نزل من 33 ل 5 ميجا. لو خلينا 720 نزل 13 ميجا، تقريبا تلت المساحة. تمام، تلت المساحة الأصلية. طب لو علينا على 1080 مش هينفع، هيقول لك لازم يكون البرنامج متفعل. والله هي مش عيب، أنت بتضغط الفيديو عشان تقلل مساحته. تمام، فال 720 بكسل اتش دي ده
فورمات مثالي جدا جدا، كواليتي الفيديو رائعه. انت لو هتضغط فيديو او تضغط فيلم او تضغط اي حاجه 720 اختيار ممتاز. في ناس بتضغط اقل من كده عشان تقلل المساحه، لا انت عندك 720 بتلت المساحه الاصليه للملف. وكمان في حاله لو انت بتطلع فيديوهات على اليوتيوب عشان تعمل فيديو 1080 يعني هتحتاج نت طلقه عندك والسرعه والباقه، وتدخل في حوارات كتيره جدا. هنشوف عموما ال 720 هيخرج لنا الفيديو عامل ازاي. لو احنا قلنا ران دلوقتي هيضغط فعلا الثلاث ملفات ورا بعض بس مش متصلين، تمام دي ميزه تنفع لو انا بضغط 20 ملف وعايزهم منفصلين زي ما هم. طب لو انا مثلا فيلم وعايز اجمعه، لا مش هقول له ران، انا هقول له ميرج، اختار الملفات بتاعتي واقول له ميرج ميرج، عملهم لي ملف واحد، ملف تقريبا توقيته 3 دقايق، مساحته 182 ميجا، تمام، نزل ل 70 ميجا برضه التوقيت زي ما هو، ودي الكواليتي بتاع الفيديو 1920، هو فعلا مش 1920، لو دوست هنا تاني هيتغير يرجع اتغير فعلا زي ما بتكتب. هنشوف بقى سرعته وضغط الفيلم وكمان الكواليتي النهائي اللي هيطلع عندنا هيكون عامل ازاي. هنقول له رد. البرنامج سريع جدا، البرنامج في حاله إن لما بنعمل ميرج للفيديو بيعمله على خطوتين، خطوه للميرج وخطوه للضغط، فعشان كده دي الخطوه ايه الاولى، في خطوه كمان زيها بس مش هتقل عنها في نفس السرعه. لكن في حاله لو بنتعامل مع 5 ملفات وعن اكسبورت 5 ملفات زي ما هم 5 ملفات، هتبقى كل ملف يوم هناخد خطوة واحدة بس. كده فعلا الخطوة الأولى خلصت، ابتدينا بالخطوة الثانية. البرنامج في عجالة هيسهل علينا حاجات كتير جدا جدا، تحويل ملفات الفيديو بمنتهى منتهى السهولة، تقليل حجمها، اي فيديو هيوصل لنا على الموبايل على الايميل على الفيديو احنا عاملينه كابشن، هيسهل لنا التعامل معاه وان احنا نحوله. وفي نفس الوقت لو عندنا مشاكل في الفيديوهات هنقدر نقطع المشاهد اللي احنا مش عايزينها، هنقدر ندمج الفيديوهات بمنتهى منتهى السهوله وبدون اي صعوبه. كده الفيديو خلص، هنا بتطلع لنا رساله ان الفيديو انتهى، ويقول لنا ايه الفرق بين النسخه الفري وبين النسخه اللي هي مدفوعه. طبعا احنا بالنسبه لنا النسخه الفري ممتازه جدا، هنقول له اوبن، هيفتح لنا الملف النهائي. ده الملف النهائي معانا، مساحته نزلت 69 ميجا و7 من 10 اللي هو تقريبا 70 ميجا. هنشغل الملف ونشوف الكواليتي بتاعته ويكون سعيد ان شاء الله. دي اخبارنا. زي ما احنا شايفين كواليتي الصوره ممتاز، مرتبطه بالاعياد. هنلغي الصوت بس عشان نفتح مع حضراتكم موضوع. وبعدين ما تزعلش بقى، مش معقولة نزعل في حياتنا. أعظم فرصة لتجديد الشحن الإيماني. أعظم فرصة زي ما احنا شايفين الفيديو 3 دقائق إلا 5 ثواني زي الفيديو الأصلي، في نفس الوقت محتفظين بجودة ممتازة بمساحة للتل. عايزين نقلل كمان عن كده زي ما اتفقنا، هنيجي هنا وهنخليها 480، الكواليتي هيقل والمساحه هتقل جامد جدا جدا. واحنا شايفين دلوقتي ان الكواليتي بتاع الفيديو بتاعنا اساسا على 720 اكتر من رائع. بشكركم واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتم بمشاهده الفيديو، وعشان يوصل لكم كل جديد لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم جدا، وانتظرونا فيديوهات تانيه اكتر.